الأخوة الأخوات القديسين في المسيح يسوع، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة، هي مقدمة لسلسلة جديدة أعتقد طال انتظارها، يعني عن الأسفار المحذوفة. الحقيقة عايز أقول تنويه بس صغير، أنا الحقيقة بسجل الحلقة دي اللي هي المقدمة، الحقيقة بعد ما سجلت عدة حلقات عن الأسفار المحذوفة أوريدي، بس بعدين لقيت أني يعني كل مرة بكتشف أن في حاجة لازم يعني ننتبه ليها، عشان كده هتلاقوا في الحلقات اللي جاية بعض حاجات متكررة، فاعذروني ده السبب في التكرار، ان انا بسجل دي بعد ما سجلت اكتر من 5 حلقات 6 حلقات من الاسفار المحذوفة. ماشي كده، هبتدي بآية لانها برضو بترتكز عليها كل الكلام دوت. يعني في لقاء بولس الرسول في اعمال 20 مع اساقفة او شيوخ أفسس مش كهنة، بيقول لهم ايه؟ ومنكم انتم سيقوم رجال يتكلمون بامور ملتوية ليكتذبوا التلاميذ وراءهم. يبقى الغرض يكتذب التلاميذ وراءهم. كلمة ملتوية في اللغة اليونانية اسمها ايه؟ دياستريفو. ولو رحت شفت ايه يعني دياستريفو دي، تبقى ايه؟ يعني بياخد الحاجة خارج السياق بتاعها، بيشوهها، قلبي تتشوه يعني بتاخدها خارج السياق بتاعها. ماشي كده، يعني يقول لك في الانجيل اهي، زي ما هنشوف بقى في كل اللي شفناه واللي هنشوفه بالاكثر يعني في موضوع الاسفار المحذوفه، ان ده بيخرج لك بره السياق ويضيف حاجات، والحكايه تطورت لدرجه انهم بيغيروا عيانا بيانا حتى في الايات في تشكيلها في نصها. ماشي كده، نبتدي بقى الحلقة اللي هي المقدمة السريعة اللطيفة ديت. يعني المقدمة تصلح لكل أسفار، يعني الأسفار المحذوفة، الغرض منها أوري لك بقى إيه الحيل الملتوية، وممكن أقول إيه تاني، والتدليس، علشان يأكد لك بقى إن ديت إيه دموحة بها وحاجات زي كده، يعني لأن بيلجأوا إلى أساليب. لو ما كنتش يعني دخلت في حكاية الدراسات دي جايز تعدي عليك زي ما كانت بتعدي عليا. 1، تقنين الكتب المقدسة. الحقيقة تقنين الكتب المقدسة خصوصا العهد القديم، وان كنت انا شايف ينبغي ان يكون القديم والجديد، بس خليني الوقت مبدئين في القديم، يعني لان اللي بندرسه من الاسفار المحذوفة كله صابق في العهد القديم. ده شأن يهودي صرف، دي ملعب اليهود سواء اللي امنوا او اللي مامنوش، على فكره دي لعبتهم هم ودي شغلتهم هم. انت يا اممي مالكش ما تعرفش تلعب في الحته دي، مش ملعبك، خاصه العهد القديم. انت اصلا اضفت ليهم، طعمت فيهم في العهد الجديد، فانت مش ملعبك تروح بقى تفتي وتقول مين حذفها ومين ما حذفهاش، وتحاول تثبت انها عند اليهود وهي اصلا مش عند اليهود. ولو هنا بقول اليهود سواء المؤمنين بالمسيح او غير المؤمنين بالمسيح. وحتى على فكره بقى في شهاده في العهد الجديد ان دي شغلتهم هم، فانت بتحشر نفسك فيها ليه؟ يعني بصراحه يعني انت مالك انت اصلا؟ الرب نفسه ائتمنهم على ذلك في موجوده في روميا 3، بيقول اذا ما هو فضل اليهودي او ما هو نفع الختان؟ كثير على كل وجه، اما اولا يعني اهم حاجة، فلانهم استؤمنوا على اقوال الله. ده ربنا يعني ده دي فخر لليهودي انه ربنا استأمنوا على اقواله الموحى بها من الروح القدس. اما انت جاي بقى تلعب فيها وتشيل وتحط وتزود. علشان كده بقى كل المتاعب والوجع القلب بتاع لا المحذوفة مش محذوفة، لا هي في اللي عند اليهود مش عند اليهود، في الترجمة السبعينية مش في الترجمة السبعينية، كل اللغط ده جاي من الأمم، يعني ترابل ميكرز. بس هم ليهم غرض هنشوفه في آخر الحلقة، ايه الغرض من وراء كل وجع القلب ده. ماشي كده، يبقى دي أول نقطة. نمرة 2، هذه الكتب غير موجودة عند اليهود ككتب موحى بها، رغم أن التقليديون وعلى رأسهم يعني في وقتنا الحاضر أقمص داود لمعي قال لك، يدعي طبعا زورا أنها عند اليهود، وبعد كده هنلاقي برضو كهنة في نفس الزمن اللي احنا عايشينه داود بيقولوا لا مش عند اليهود. التضارب ده يأكد ان هم اقول ايه يعني بيدلسوا. ماشي كده، حاجة كمان، التقليديون
برضه من باب الادعاء الزور يعني، بيقول لك ان الكتب دي موجوده في قوانين الرسل. في قوانين الرسل؟ طب تعالى نبص سوا على قوانين الرسل. صدقني بيقولوها كده عيانا بيانا عشان يسكتوك. نشكر ربنا الكتب طلعت، نبص مع بعض. قال لك في القانون 55 رحت نطلع كتاب الاب اثناسيوس المقاري بتاع قوانين الرسل 55 واحد بيقول لتكن الكتب الاتيه كلها طاهره وجليله عندكم ايها الاكليروس والعلمانيون من العهد القديم، وباختصار عشان ما اضيعش وقت، من العهد القديم قال كل الكتب ما عدا سفر استر. ماشي كده؟ على فكره بالمناسبه احنا شفنا قبل كده ان كل ما هو منسوب للرسل منسوب زورا للرسل، يعني حد كان قاعد بيكتب وعدى، لان لو كان ده فعلا من الرسل ما كانوش اغفلوا سفر ايه؟ استر. ماشي كده؟ وبعدين نيجي بقى اما دي في نمره واحد ونمره نمره يعني هي مكتوبه لتكن الكتاب، وبعدين العهد القديم نمره ثلاثه. اما الكتب الاتيه هو في العهد القديم قال كلهم ما عدا سفر استر. ماشي كده؟ اللي كتب غلط، بس مش الرسل اللي غلطوا، لان مش الرسل اللي كاتبينه. اما الكتب الاتيه فلا تعلم اطفالكم منها. وانا بصراحه لما قريتها حرام انك تسمم حتى افكار الاطفال بالحاجات دي. وهي حكمه سليمان. يبقى حكمه سليمان ايه؟ مش من الكتب القانونيه اللي ذكروها في البند نمره 2، دلوقتي نمره 3. بيقول لك اما الكتب الاتيه فلا تعلم اطفالكم منها. حكمه سليمان، يهوديت، ثلاثه كتب للمكابيين، وحكمه يشوع ابن صراخ كثيره التعلم. ماشي كده؟ ده كتاب قوانين الرسل صفحه 154 و155 و155 ابا اثناسيوس المقاري. ملاحظات: لا يذكر سفر استير كسفر موحى به. يبقى اذا الاباء الرسل ما كانوش بيؤمنوا بسفر استير، يبقى انت المفروض تشيله. بس طبعا الكلام ده غلط، لان الكتاب ده اصلا مش اللي كاتبه الرسل ولا حاجه، ده اي واحد كتب وعشان يديلها ما اعرفش ايه قانونيه قال لك قال لك للرسل. اثنين: الاسفار المحذوفه غير معترف بها ضمن الكتب الرسميه او القانونيه، ولكن بقول لك لمجرد تعليم الاطفال، وبصراحه لا دي تسمم ذهن الاطفال. ثلاثه: الاسفار المحذوفه لا تذكر سفر توبيا ولا باروخ ولا تتم الدانيال ولا المزمور 51 ولا صلاه منستا. يبقى ايه رايك انت يا اللي بتقول لي قوانين الرسل اهو؟ الاسفار المحذوفه تقول ثلاث كتب للمكابيين، الارزوكس بيقولوا اثنين بس. اصدق انا مين؟ اصدقك انت ولا اصدق الرسل؟ انت اصلا بتستشهد بكتاب بيشهد عليك. اللي بعده كده بقى وصلنا لغايه ايه؟ نمره ثلاثة. أربعة: الأسفار المحذوفة لم ترد في قائمة الكتب القانونية التي كتبها أثناسيوس في رسالته الفصحية 39 باستثناء سفر باروخ. هو حط سفر باروخ، قال ده موحى به، وفي نفس الوقت ما حطش سفر استر. ايه اللي جرى؟ غلط، ما بيقولش وحي يعني. علشان لما يقعد يقول لك بقى ايه ده موجود عند اثناسيوس، لا كذب، مش عند اثناسيوس، اي حاجه غير باروخ مش عند اثناسيوس. حلو كده؟ وبعدين يقول لك اصل كتابات اللي بقى كمان مساويه للكتاب المقدس، طب اثناسيوس ما بيؤمنش باستر، نشيله؟ فالحكايه كلها عك، عشان كده بنقول ايه؟ الاباء لم يقولوا وحيا، فلازم ايه؟ طيب تعالى بقى نبص على رسالة أثناسيوس 39. طيب نشوف النص بتاع جزء من النص بتاع رسالة أثناسيوس، الرسالة الفصحية رقم 39. بعد ما قال الكتب القانونية في البند 19، جاء في البند 20 بقى واضح ان كان في مشكلة كبيرة وهو حب يأكدها. قال: إلا أنني من أجل زيادة التأكيد، يعني هو قال القانوني، طب واللي مش قانوني قال بقى هأكد عليه، أضيفه أيضا أن أضع أيضا هذه وأكتب للضرورة. يا إيه بقى؟ أنه يوجد أيضا كتب أخرى غير هذه غير محددة قانونيا. يعني بعد ما قال التانيين قال في ضرورة بتلح عليا، لازم أكد إن في كتب تانية غير قانونية. إيه هي بقى؟ لكن معينة من الآباء لكي تقرأ، يعني برضه ما تفهمش من الآباء اللي بالنسبة له، بس عديها لوقتين. وللذين يريدون أن تقدموا للتعلم وللتلمذة من مخافة الله، بصراحة لا دي كتب بايظة. وهذه هي ده اللي يهمني، حكمة سليمان. الله، حكمة سليمان أثناسيوس بيقول إنها كتاب غير قانوني، ده في لما بيحط القائمة بتاعته. وحكمة يشوع ابن صراخ وإستر ويهوديت وطوبيا، دي أعظم كتب عندهم، وما يعرف بتعليم الرسل وكتاب الراعي الهرماس.
يبقى كده ايه؟ ادي احنا علشان لما يجي بعد كده نلاقي في حلقه يقول لك ايه؟ دي بيقولها اثناسيوس، لا ما لهاش اثناسيوس، دي في قوانين الرسل، مش في قوانين الرسل، انت حضرتك تتنفس الكذب يعني والتدليس. اللي بعده. شفنا كده صورة خمسة، لماذا بقى لا نجد تفسير كاملة للآباء للأصفار المحذوفة؟ يعني مثلا عندك تقريبا بيقال، بس أنا ما لحقتش أبحث كله، يعني إن ذهبي الفم وكرولوس الكبير علقوا على كل الكتاب وأورجانوس كمان. طب فين تعليقاتهم أو شروحاتهم على سفر واحد من الأصفار المحذوفة بس يشرحوه بالكامل يعني؟ عشان لا ما تلاقيش طبعا. مفيش. طب ده معنى ايه؟ ما كانوش مؤمنين بها. ستة، سوف نشاهد في الحلقات القادمة كيف ان التقليديون تضربوا فيما بينهم. هل بقى البروتستانت حذفوها ولا ما حذفوهاش؟ شغلانة هنروح بالتفصيل وهتبقى بإذن الله very interesting يعني. سبعة بقى، في نقط هم مهمة لازم نركز فيها بقى. هو بقى ايه ازاي بيضحك عليك؟ ده الغرض من كل الحلقة بتاعت النهاردة. النقطة هامة، الاقتباس من كتب غير موحى بها لا يجعلها كتب موحى بها، لان هيجي يقول لك ايه بالزور، هيقول لك ده ما اعرفش مين مقتبس منين ويجيب لك اي ايه، انا هفترض انها اقتباس وهي مش اقتباس على فكره، لكن الكتب الغير لو اقتبست من كتاب غير موحى به مش معناه ان هذا الكتاب موحى به. ده انا هجيب لك بقى امثله من بولس، يعني ده بولس اقتبس من فلسفه ارسطو وسقراط ومن شعراء الوثنيين ومن الامثال الشعبيه والعشر اقتباسات. هل معنى كده ان الحاجات اللي اقتبس منها تعتبر كتب موحى بها بقى بتاعت سقراط وارسطو؟ تعالى بقى نشوف نقرا. واحد، قال واحد منهم وهو نبي لهم خاص، ده في رساله تيتوس بيقولوا تيتوس صح واحد بينبهه يعني، قال واحد منهم وهو نبي لهم خاص، الكريتيون دائما كذابون، وحوش ردية، بطون بطالة. وبعدين بولس بيأكد بقى هذه الشهادة صادقة، فلهذا السبب وبخهم بصرامة لكي يكون أصحاء في الإيمان. تيتوس واحد. هل معنى كده أن النبي ده نبي من عند الله؟ هل معنى كده أن كل ما قاله هذا النبي كلام موحى به؟ مع الان بيقول له ايه هذه الشهاده صادقه، يعني هو سواء خد ان واحد من عندهم قال ان الناس دول كذا، قال له على فكره ان دول فعلا كذا، فلما اقتبس كده يعتبر النبي ده نبي صحيح وكتاباته صحيحه؟ طبعا لا. فلما يجي لك بقى واحد يضحك عليك ويقول لك ايه سفر ما اعرفش مين ده ما اعرفش مين مقتبس منه، ويكون جايب لك اي كلمات شبهها، ما انت بتلاقي ممكن الكلام شبهها حتى لو مقتبس منه، مش بالضروره ان هو معناه ان ايه موحى به، الا لو قال بقى كما هو مكتوب. يعني لان هي ساعتها لما بيقولوا كما هو مكتوب يقصدوا ان بيقولوا كما هو مكتوب بالروح القدس. الثانيه نمره 2 بيقول لك برضو ايه، لاننا به نحيا ونتحرك ونوجد. وبعدين يضيف كما قال بعض شعراءكم ايضا لاننا ايضا ذريته، ده عمل 17:28. انه الحتتين دول حكايه لاننا به نحيا ونتحرك ونوجد وحكايه ايضا ان نحن ذريته، دول كانوا بيوت اجزاء من بيوت شعر قالوها الوثنيين. عارف قالوها لمين؟ قالوها لزوس، او البعض بيسميه زيوس بس النطق الادق زوس، زد يو اس، اللي هو كبير الالهه اليونانيه. فالكلام ده متقال على كبير الالهه اليونانيه، بولس اقتبسه وطبقه على يهوى الاله الحقيقي. هل معنى كده ان زوس اله حقيقي؟ طبعا لا. هل معنى كده ان الاشعار دي موحى بها؟ طبعا لا. ثلاثة، لا تضلوا فان المعاشرات الرديئه تفسد الاخلاق الجيده، ده كان مثل شعبي. هل معنى كده الامثال الشعبيه دي موحى بها؟ هو بالروح القدس خدها عشان يوصل بها رساله للناس كتشبيه يعني. اربعه، واحد اثنين ثلاثه اربعه، خد ايه؟ اسمع سقراط بيقول ايه؟ سقراط نفسه بيقول بادئ ذي بدء فان طبيعتنا المتعدده ليست كلها متشابهه ولكنها مختلفه، شخص واحد مهيئ بشكل طبيعي لمهمه واخر لمهمه اخرى. بولس خد الكلام ده وقال في رومية 12:4 فإنه كما في جسد واحد لنا أعضاء كثيرة ولكن ليس الجميع الأعضاء لها عمل واحد. أهو، هل معنى كده أن ناخد بقى سقراط ونعمله بقى نبي ونعمل كتبه موحى بها؟ ستة، واحد اسمه سينيكا، ده برضو فيلسوف على فكرة في زمن يعني فيلسوف يوناني، بيقول لك ضع نفس الحقيقة في هذا الشكل، الله لا يريد خدام، كيف ذلك؟ هو نفسه يخدم الجنس البشري.
هل الكلام ده موجود؟ ايوه، بولس قاله في اعمال 17:25: ولا يخدم بايدي الناس كانه محتاج الى شيء، اذ هو يعطي الجميع حياه ونفسا وكل شيء. عايز اكتر من كده؟ هل معنى كده اقول ان السينيكا دوت بقى نبي وكتاباته موحى بها؟ انا بقول لك كده ليه؟ عشان لما يجي يقول لك ده في سفر معرفش، ده معرفش مين واخد من سفر توبيا، ده حتى لو كان ده ما مش معناه ان سفر توبيا موحى به. فهمت بقى قصدي ايه؟ عشان هيضحكوا عليك بحاجه زي كده كتير يعني. قال لك الاقتباسات بتاع والرب يسوع وما اعرفش ايه، وهيقعدوا يقول لك ايه كلمات متشابهه. هتسمع التعبير ده بعدين يعني في حلقه من الحلقات. كلمات متشابهه، جيب لي كلمه اقول لك هكذا كما هو مكتوب. ماشي. نمره 8، نقطه مهمه برضو جدا، ودي اخر نقطه في النقط المهمه يعني، وبعد كده هجيب لك ليه بقى كل اللغط ده. نقطه مهمه بقى، يجيب لك اي حاجه من سفر من الاسفار المحذوفه ويقول لك الشخص ده يعتبر نبوه عن المسيح. هضرب لك مثلا يعني سوسنة دي مثلا، نص اتهموها ظلم، فيقول لك هي بقى هنا دليل على ان تتم سفر دانيال قصه سوسنة موحى بها انها اتظلمت زي ما المسيح اتظلم. يا سلام يا حبيبي، كل بني ادم على وجه الارض اللي ماتوا واللي احنا عايشين واللي هيجوا كلنا بلا استثناء ياما اتظلمنا من اقرب الناس لينا ظلم. يبقى كلنا زي المسيح، يبقى كلنا ايه بقى؟ كل كلام نقوله بقى موحى به، كلنا اوقات انتقمنا لنفسنا. لما يلاقي لك واحد بينتقم يقول لك ده برضو بقى ده نبوه عن المسيح الديان. لما يجي شفت اللوع، انا عم اضرب امثله عشان اللوع، لو لقوا مثلا واحد كان متواضع ولطيف يقول لك ده رمز للمسيح المتواضع. احنا ياما في اوقات يعني ولو بنمثل يعني، بس في ناس فعلا متواضعه بجد يعني، عارفه قيمه نفسها بجد. ايه تاني؟ واحد اترفض من اهله يقول لك ده زي المسيح اللي اترفض من اهله. تحب انا اقول لك على نبي كذاب اترفض من اهله وبعد كده راح لهم تاني يموت فيهم، وبرضه نقول لك ان هو شبه المسيح ان هو جاي راح يدينهم؟ اخويا واختي انتبه للحركات ديت، كلنا بلا استثناء ياما اتظلمنا وياما ظلمنا. فياما لما اتظلمنا يبقى زي المسيح اتظلمنا، وياما انتقمنا يبقى زي المسيح الديان. فانتبه لما يجي يضحك عليك يقول لك السفر ده ما اعرفش فيه مين، دي كده شبيهه بالمسيح يعني. واحد اترفض من اصدقائه، واحد صفح عن اعدائه، واحد مره سامح ناس. ياما كلنا اوقات بغصب عننا حتى بنسامح ناس من اجل السلام، اوقات بتسامح مراتك ومراتك بتسامحك عشان الدنيا تعدي، فساعتها بقى هي كده زي المسيح لانها ايه تنازلت عن حقها مثلا، او انت تنازلت عن حقك. اخويا واختي فهمت انا عايز اقول القصه كلها ايه؟ هياخد لك حاجه ومليون مية هتلاقيها. ده انت اي جيب اي قصه اي مجرم هتلاقيني فيها اوقات كان بيعمل حاجات كويسه، فيقول لك يبقى ده زي المسيح، لان هيجيب لك حاجه يقول لك ده دلاله ان السفر موحى به. لا مش بالضروره موحى به طبعا، ده كله كذب. دي كانت نمره 8. نمره 9 واخر نقطه بقى، ليه كل وجع القلب ده بقى؟ اولا وجع القلب ده كله اللي عاملينه مين؟ الامم، مش اليهود ولا المسيانيين ولا المسيانيين، الامم بس عاملينه. واتعمل امتى بقى؟ ما هو خد بالك من التوقيت بقى. الكتب المنحوله ولا سوري او اسمها ايه؟ الاسفار المحذوفه ديت او الحقيقه يعني هي ابوكريفه يعني. دي تم تقرينها بقى في القرن ال 16 في مجمع اسمه مجمع ترينت. مع انهم يقعدوا يقول لك ده اثناسيوس قال له ما اعرفش ايه، لا ما لا اثناسيوس ايه بقى السبب؟ السبب بقى ان كان حركه الاصلاح كانت نجحت في القرن ال 16. لكن هي بادية من القرن ال13. حركة الإصلاح بقى قالت إيه؟ خمس حاجات نقولهم مع بعض كلنا بسرعة يعني. سولا سكريبشورا يعني كتاب واحد، ومر بكل فخر القمص داود لما قال لك سولا سكريبشورا دي هرطقة، وقعد يقول لك التقليد مش تقليد. إيه بقى سولا سكريبشورا؟ هم كان عبر الزمن من القرن الرابع من أيام قسطنطين لغاية القرن ال15 أو أوائل ال16 كمان، كان في بلاوي اتضمت بتتحط بقى للكنيسة، منها مثلا الأسرار، ده من القرن ال12 طبعا يعني الأسرار، الكهنوت، ما هو الأسرار من جوه الكهنوت من ضمن الأسرار يعني، بس دايما الناس تحب تتفخم يعني في كده. إن اللي ماتوا عارفين عننا كل حاجة وبيصلوا لنا وهنتعرض بقى للهرطقات دي.
لدرجة هقول لكم حاجة كده بسرعة، لا هنعمل لها حلقة مخصوص، إن الصلاة والصدقة بتاعت حضرتك يا مؤمن ممكن لو أنت عملتها من أجل واحد غير مؤمن ممكن تطلعه من النار وتحطه في الجنة، أو يعني تطلعه من الهاوية ولا الجحيم وتحطه في الفردوس. هنجيلها دي. هم بقى كانوا شبطانين ليه؟ لأن الكتب فيها الحاجات دي، الكتب دي بقى فيها الكلام ده، فيها وبالتالي بقى انهم بيتشفعوا لان هم صحيين، وبالتالي برضو ان هم ممكن معرفش يعملوا لك ايه، وان الصلاة من اجل الميت ممكن تنفعه، والصدقة من اجل الميت بتنفعه. فهم بقى من الكتب دي، العقائد دي مش هتلاقيها في الكتاب المقدس، لكن تلاقيها في الكتب ديت، الا لو خدوا في الكتاب المقدس برضو زوروها. بس هي واضحه قوي 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 بقى زي ما هنيجي بقى نبقى ندرس يعني في الكتب المزيفه دي، في كتب الابوكريفا، عشان كده هم متمسكين بقى بيها. بالاضافه بقى عشان يضحكوا عليك يقول لك التقليد، وبعدين يقول لك بقى التقليد ده مكتوب ومش مكتوب، واديها بقى. فده كله عشان ايه؟ ضد، عشان يقفوا ضد ايه؟ ده قال لك السولا سكريبتشور عن الكتاب، هم قالوا بقى نرجع للكتاب بس، فهم قعدوا ياكدوا بقى مش كتاب بس. سولا فيدا الايمان، ان هو ايه؟ الخلاص بالايمان والتبرير بالنعمه اللي هي بعدها سولا جراتيا، وبعدين سولوس كريستوس وكله بالمسيح فقط، وسولي سولي ديو جلوريا يعني المجد لله وحده. دول قالوا كده، والتاني قال لك لا القديسين لازم تدي لهم المجد والاكرام. عرفت بقى ليه هم مكلبشين في الكتب دي؟ الكتب دي اهم حاجه في الكتب دي لما يعني هنيجي ندرسها، انها تقعد تقول لك ان ايه؟ بيدوا صدقات عن الموتى علشان ايه؟ يعني يرحموا في الجحيم، وكمان طلع ان كمان تطلعوا حتى لو غير مؤمن، الصدقه بتاعتك والصلاه بتاعتك من اجل واحد غير مؤمن تقدر تنقله من الجحيم الى الفردوس، يعني لو قلنا التعبيرين دول. انتظرنا الرب في مجيئه، وهنبتدي من الحلقه الجايه في دراسه يعني الاسفار، هتاخد شويه وقت بس الحقيقه فيري انترستنج. صلوا من اجل القناه ومن اجل اخواتنا، اشتركوا في القناه لو كنت ما اشتركتش لسه، اعمل لايك للفيديو لو يستاهل، شاركوا مع اخرين، وانتظرنا الرب في مجيئه، ونتقابل في حلقه ثانيه. سلام من السيهوك.